الاستغفار موجود حتى عند الكفار مع أنه لا ينفعهم. يوسف أعرض عن هذا، قال لزوجته واستغفري لذنبك، مع أنهم قوم كفار، لكن الاستغفار لا ينفع إلا المؤمن الموحد، لأن التوحيد به النجاة، وذلكم التوحيد. قد يقع من الإنسان من الذنوب ما يضعف هذا التوحيد، ولذلك جمع بينهما عز وجل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.